خلينا بقى نروح نشوف تقرير عن التعاقد مع موسيماني كان شكله عامل ازاي ونرجع نكمل كلام. رغبة في العودة من جديد للسيطرة على عرش الزعامة الإفريقية، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة بإنهاء العلاقة التعاقدية مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقرار في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة، بالإضافة للتعاقد مع المخضرم بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذي يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحللا للأداء، كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب لحراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة. ودون شك تحدي كروي جديد ينتظر موسيماني مع القلعة الحمراء. الرغبة في التتويج بالبطولة الإفريقية هي الأساس والهدف المنشود بعدما نجح في التتويج باللقب مع سان داونز بطل جنوب إفريقيا على حساب الزمالك في عام 2016، وسط رسمه في سجلات المدربين العظماء في تاريخ الكرة الإفريقية، ولهذا وقع عليه الاختيار من جانب مسؤولي القلعة الحمراء لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.